فمجال الاجتهاد هو كل واقعة لم يرد بحكمها نص قطعي. فما هي نصوص الاجتهاد؟ هل يوجد أدلة أخرى للاجتهاد؟ إخوتي، خذوا الحق والتحقيق. هذه الشروط كلها كانت متوفرة بالأئمة الأربعة، قولوا رضي الله عنه. سلسلة الدروس المحمدية وحلقة هذا الأسبوع مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز الخطيب بعنوان دور الاجتهاد في مصادر التشريع الإسلامي، تأتيكم بإذن الله يوم الثلاثاء عند الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتعاد في الأوقات التالية.